بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيفوز على الهلال السعودي 4-0. الاهلي بيلعب وان سايد جيم، الاهلي بيلعب مباراه بالنسبه لي انا كمشجع اهلاوي كفيله ان هي تخليني اتحمل موسيماني سنتين ثلاثه تاني، ما عنديش اي مانع، بس كان عندي مانع ان انا اخسر قدام الهلال السعودي، كان عندي مانع ان انا اخسر قدام عرب اسيا، كان عندي مانع ان انا اخسر قدام الهلال السعودي وقدام بطوله بيستحوذ على البث بتاعها قنوات سعوديه وقنوات اماراتيه، كلنا اخوه وكلنا عرب وكلنا اسره ببعضينا بس انا مش هتحمل خساره قدام الهلال السعودي، انا ما ينفعش اخسر قدام الهلال السعودي، فيمكن دي واحده من اكتر الماتشات اللي كنت متعصب جدا كمشجع اهلاوي وانا بتفرج عليها، لان الموضوع بالنسبه لي كان وصل لمرحله الاوفر قوي من بعد الكلام بتاع سالم الدوسري اللي هو الاهلي هرب من الهلال السعودي، اهلي مين اللي هرب من الهلال السعودي؟ انتوا الكوره عندكم فلوس وبس وتروحوا تجيبوا محترفين، علشان انتوا لعيبه كسعوديين وكلعيبه قليلين، كورتكم قليله، كورتكم على قدها قوي، بتشتروا انجازات احسن لاعب في اسيا وبتشتروا كل الكلام ده وبتصدقوا نفسكم، بس لما تيجوا تتكلموا على الاهلي معلش في استوديوهاتكم التحليليه اعرفوا انتوا بتتكلموا عن مين والنبي، لما تيجوا تتكلموا عننا ما تقولوش ان احنا هننزل دافع قدام الهلال السعودي، انتوا فرقه كبيره في اسيا بس مش انتوا اللي انا انزل ادافع عليه، مش انت اللي انا انزل اوقف الفرقه كلها والعب الهجمات المرتده، بالميراس البرازيلي عنده تاريخ في الكوره يخلينا احترمه، مدرسه امريكا اللاتينيه بتعتمد على المهارات الفرديه، برضه المكسيك مهارات فردية. لاعبتهم فرديات اعلى مننا، انما احنا بقى لا مؤاخذه لعيبه عرب اسيا لا اعلى مننا فنيا ولا اعلى مننا مهاريا ولا اعلى مننا بدنيا، احنا اقوى منهم في كل حاجه، فانا هلعب ضد الهلال السعودي ماتش دفاعي ليه؟ بناء على ايه؟ عنده محترفين، عنده كاريليو، عنده ماتياس بريرا، عنده موسى، عنده على نفسك، بجد على نفسك والله الكلام ده يا حبيبي، انما انا كاهلي حتى وانا مستوايا سيء انا مش هنزل ادافع قدام الهلال السعودي، انا هنزل اكسب الهلال السعودي، وقد كان الاهلي اللي كان ماسك الكوره قبل الطرد، الاهلي اللي كان ماسك الكوره، الاهلي اللي كان بيدور على الهجوم، والاهلي قدر ان هو يسجل الهدف الاول عن طريق ياسر ابراهيم، ما سكتناش بالعكس احنا رحنا وضغطنا عليهم علشان التصريح بتاع الدوسري ده كفيل ان هو يخلي لعيبه الاهلي اللي بتدافع وما عندهاش شخصيه تخليها اسود، وقد كان لما تستفز الاهلي اعرف انت يعمل معاك ايه، اعرف الاهلي يعمل معاك ايه من الاخر يعني، الاهلي ما سماش عليك، بالعكس الاهلي جه في الشوط الثاني واحترمك شويه، احترمك شويه وما حبش ان هو يقل منك اكتر من كده، الاهلي سجل الهدف الاول، بعد الهدف الاول كان في طرد واشتراك غبي لماتياس بريرا، يستاهل عليه الطرد، الاهلي سجل الهدف الثاني، كان في طرد لكانو يستاهل عليه الطرد. ما تحسوش ان انتوا لعيبه اعلى مننا فعشان احنا سجلنا عليكم الهدف الاول انت تخش في لعيبتي ضرب، لا انا اعلى منك وانا هحط عليك تاني. والاهلي مسك كوره وحاول ان هو يروح يجيب الهدف الثالث واحمد عبد القادر جاب الهدف الثالث، عبد القادر، السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج كلهم النهارده كانوا ابطال، محمد هاني عمل مباراه جميله جدا، علي معلول عمل واحده من افضل مبارياته الفتره الاخيره، خط دفاع الاهلي محمد عبد المنعم كان مقلق شويه بس عمل ماتش كويس جدا، ياسر ابراهيم عمل ماتش النهارده اسطوري، علي لطفي ما اختبرش، ليه؟ لان انا لعبت وان سايد جيم على الهلال، فالحارس بتاعي ما راحش عليه كور كتير. انا لاعب طول الوقت انا بهاجم وبحاول اسجل اهداف، انا مش جاي ادافع قدام اي حد، ولا عمري هدافع قدام اي حد، الا الفرق الكبيره بس. الفرق الكبيره بس هي اللي انا بحترمها، سواء في افريقيا او سواء في العالم، انما انا مش هلعب ضد عرب اسيا واروح احاول ان انا العب مباراه دفاعيه، حتى لما خسرت من اتحاد جده السعودي قبل كده في كاس العالم ولا عمري فكرت العب مباراه دفاعيه، الماتش ده كان مليان مشاكل تحكيميه، الماتش ده كان مليان فضايح كتير والناس عدته، فلما تيجي تقول لي ان انا هروح ادافع ضدكم ومحللينك هنا ومحللينك هنا يصدقوا فكره ان الهلال السعودي اجمد من الاهلي المصري، فمع احترامي ليكوا بلح بلح، كاس العالم الاخيره دي ما فهمتكمش حاجه، ان انتوا مهما عملتوا ومهما رحتوا جبتوا مدربين وعملتوا وسويتوا برضه بناخدها بالفرق الثانيه، الجزائر جت بالفرقه الثانيه خدت البطوله، افهموا بقى ان القصه مش قصه فلوس، عمرها ما كانت ولا هتكون قصه فلوس، والا باريس سان جيرمان كان زمانه بيقدم كوره جميله، انا بعدت على الكلام على الاهلي وبعدت على الكلام على موسيماني، بس الموضوع مش تكتيك، لو حبينا نتكلم ككوره الموضوع مش تكتيك، انت سيناريو الماتش صعب جدا، طرد لاعبين استغبوا، طرد بيلعبوا تسعه طول المباراه خلاص الماتش بالنسبه لهم خلص. الماتش انتهى تماما بعد الطرد بتاع كان الماتش كان خلاص الموضوع راح تماما. بالعكس انا كنت مستني لعيبه الاهلي يكون عندها نزعه وتجيب الثالث وتجيب الرابع وتحفل النهارده زياده، بس لعيبه الاهلي سجلوا الهدف الثالث وبعد كده الشوط الثاني حسيت ان في شويه هدوء وشويه يعني نرجع بقى وطاهر، نسيت انا اتكلم على طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر عمل ماتش كويس جدا هو محمد شريف للامانه يعني، بس كان ناقصهم التسجيل. عشان الاقي حسين الشحات نزل مكان طاهر محمد طاهر والاقي ان السيد موسيماني قرر ان هو
ينزل كريم فؤاد مكان محمد هاني. وللامانه كريم فؤاد كان بيروح كتير جدا علشان يعمل واجبات هجوميه، بس لعيبه الاهلي ما كانتش بتبصيله. كريم فؤاد لو خد 3 4 كور من اللي هو كان بيجري من غير كره فيهم يمكن كان جبنا الخامس والسادس. سجلنا الهدف الخامس بس طلع اوفسايد على الشعر على احمد عبد القادر. السوليه عطى قذيفه سجل بيها الهدف الرابع. هتقول لي حارس الهلال الاحتياطي، هتقول لي الهلال ما لعبش اجاله، الهلال لعب العويس وبدا مهاجم موسى مريجا. ما هي دي برضه الحته اللي انا بكلمها فيها من اول الفيديو، ان انت جاي فاهم ان انت اقوى مني، وهي دي الكدبه كلها وهي دي الخدعه كلها. بتلعب لي حارس الاحتياطي مش بتاعتي، بتلعب لي المهاجم بتاعك اجاله بتقعده على الدكه، مش ذنبي. عملت ماتش حلو قدام تشيلسي قلت لك في الشابوه، انما جاي مستهتر بيا، لا انت اقل مني بس لا اكتر ولا اقل. عملت ماتش عليك استاهل ان انا اطلع اقول كل الكلام ده فيك. ليه بقى؟ كسبانك 4 مع الرقفه، وحط في بالك مع الرقفه دي معلش. زعلت؟ كلام انا عنصري؟ لو انا عنصري كل المحللين بتوعكم اللي كانوا موجودين النهارده في قنوات ابو ظبي واللي كانوا موجودين في قنوات اس اس اللي هي بتاعتكم دي يبقى كلهم عنصريين، بس انا مش هلبس انا موضوع العنصره لوحدي. فلو نرمي التهم نرميها كلنا على بعض. وارجع اقول لك حاطط عليك باربعه زي الجوكر، هو كان عدد عليك ثلاثه بالنسبه له ميت، احنا حاطين عليك 4 وبالنسبه لنا برضه هتفضل قليل. لو حد بقى عجب الفيديو بعد كل ده براحتك، حد ما عجبكش الفيديو ده رايي واللي انا سمعته النهارده كفيل ان هو يخليني اقول اكتر من كده بكتير. بس الحمد لله الكرة دايما الرد بيكون في الملعب، ورد الاهلي في الملعب وجع ناس كتير.